الإسلامية التي أصبحت مسرحاً للأحداث التاريخية التي غيرت الحياة على وجه الأرض من مشرقها إلى مغربها. فقد هيأ الله مكة من قديم الزمان لتكون مهداً لبعثة النبي المختار محمد بن عبد الله. كان ذلك عندما رحل إليها إبراهيم عليه السلام بزوجه هاجر وابنه إسماعيل، وكانت وقتها صحراء جرداء لا أنيس فيها ولا ماء. هنا بدأت الحياة في مكة بإبراهيم الخليل أبي الأنبياء الذي جاء ليغرس التوحيد في مكة ليعم نوره في الجزيرة العربية كلها، وختمت ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. قد يبدو الأمر صعباً وقاسياً على نفس الشيخ الكبير الذي رزق بإسماعيل على كبر، ويمتحن فيه بأن يضعه وأمه في هذا المكان الموحش الذي لا ماء فيه ولا طعام، لكنها حكمة الله البالغة. فقد كان الأمر في ظاهره المشقة وفي باطنه كثير من الرحمات والخيرات. ومضى إبراهيم راجعاً من غير أن يشغل نفسه ببناء بيت يأويان إليه، فقد أمر الله إبراهيم بإسكانهما في ذلك الوادي، فأسكنهما كما أمر الله وترك أمرهما لله تعالى. وعندما هم إبراهيم بالرجوع تبعته أم إسماعيل ونادته من ورائه. قالت هاجر: يا إبراهيم، إلى من تكلنا؟ قال إبراهيم: إلى الله. قالت هاجر: رضيت. قالت: أالله أمرك بهذا؟ قال إبراهيم: نعم. قالت هاجر: إذن لن يضيعنا. امتثلت هاجر للقضاء المحتوم وتحلت بالصبر الجميل، ولم تلبث أن جف ضرعها وأصبحت لا تجد لبناً ترضع به وليدها. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وأخذ الطفل ينتحب ويصرخ وأمه تتقطع نفسها حسرات عليه، فتركته مكانه وصارت هائمة على وجهها تعدو وتهرول بين جبلي الصفا والمروة. وهكذا بقيت تتردد بين الصفا والمروة حتى أتمت سبعاً. ولقد أصبح بعد ذلك هذا السعي الذي ابتدأته هاجر معلماً من معالم الحج. وهنا في هذه اللحظة البائسة أدركتها رحمة الله عز وجل الرحيم بكل شيء والذي لا يضيع عباده، وأخرج لها الماء من تحت أقدام وليدها. فقد أرسل لها جبريل عليه السلام ليضرب بعقبيه وجناحه الأرض، وانفجرت زمزم وقال:
لا تخاف الضيعة، وبشرها بأن هذا الغلام سيبني مع أبيه بيت الله وأن الله لا يضيع أهله. فظهرت حكمة الله في هذا البلاء. ولقد أتم الله على إسماعيل وأمه النعمة، فساق إليهما من يسكن معهما في ديارهما ويأنسان به. فقد مر قريبا منهما رفقة من قبيلة جرهم، رأوا الطيرة تحوم في الفضاء، وهم يعلمون أن هذا الوادي لا ماء فيه، فذهبوا واستأذنوا أم إسماعيل للإقامة بجوارها فأذنت لهم. وشب إسماعيل عليه السلام فيهم وتعلم العربية وتزوج منهم. ثم جاء أمر الله إلى إبراهيم وإسماعيل ببناء الكعبة. أبو الأنبياء بنى كعبة، رفع قواعدها علاها، غرس فيها بذور توحيد، رواها نبينا وراها. ودعا إبراهيم دعوته المباركة لبعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. نريد أن نخطط لعبادة أي شيء يلهي الناس عن إبراهيم وعن دعوة الحق التي جاء بها. علينا أن نفعل أي شيء لنصرف الناس عنه ونشجعهم على الشرك بالله وفعل المعاصي. لابد أن نجعلهم ينغمسون في عبادة الأصنام فيعكفون عليها ويتعبدون لها ويستغيثون بها ويحجون إليها ويطوفون حولها. علينا أن نزين لهم عاصي ينغمسوا في الخمر والميسر والشهوات، بل وسنغير ما شرع في دين إبراهيم فنحرم ما أحل الله من الأنعام ونجعلهم يقدمونها نذراً للآلهة. نريد أن نفسد عليهم عقيدتهم بأن الله ليس بواحد أحد، وندعي أن له صاحبة من الجن وأن له بنات من الملائكة، ونفسد عليهم توكلهم على الله فنجعلهم يعتمدون في اتخاذ قراراتهم على الأزلام والأقداح، ونضعف لديهم مبدأ اللجوء إلى الله ونصرفهم عنه وعن الدعاء، ونجعلهم يعتمدون على أخبار الكهنة والمنجمين، ونجعلهم يتطيرون ويتشاءمون. هيا بنا جميعا إلى إفساد بني آدم، وسأبدأ أنا بإفساد الدراهم في مكة.